نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قواتنا المسلحة الباسلة تواصل ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق عدة من حلب وريفها، وتقضي على أعداد كبيرة من الإرهابيين. وقواتنا الباسلة تتصدى لإرهابيين مرتزقة اتخذوا من مشفى الشفاء بحي الشعار منطلقا للإجرام، وتقضي على عدد كبير من الإرهابيين تمركزوا في مدرسة الكفاح قرب طريق الباب الحلوانية. إرهاب أعمى مارسته مجموعات مسلحة مرتزقة حرمت أهالي حلب نعمة الأمان. لكن بواسل قواتنا المسلحة كانوا لهم بالمرصاد، وقاموا بعمليات سريعة لتطهير حلب من دنس الإرهاب. حي صلاح الدين، وخلال تطهيره من بقايا الإرهابيين فككت قواتنا الباسلة عبوات ناسفة، وضعها مسلحون في 3 سيارات حكومية مسروقة لتفجيرها بأماكن مزدحمة وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. أهلا بالجيش السوري اللي عم يحمي وطننا وكلنا أولادنا، الله يحميكم ويحمي بلدنا. والحمد لله هو إجا، نحن قلبنا فرح، كنا بالأول مرعوبين والحمد لله زال الهم. إن شاء الله نحن هلا حاليا بأمان، لانه كنا عايشين برعب، ان فتره برعب بشكل يعني، وقت اللي الحمد لله هلا يعني دخل الجيش علينا بكل ادب وبكل احترام، وان شاء الله ترجع بلدنا مثل ما كانت يا رب. ارهاب المجموعات المسلحه وفكرها الاجرامي لم يقف عند هذا الحد. عبوه ناسفه اخرى تم وضعها عند مدخل احد الابنيه السكنيه بحي سيف الدوله، الا ان بواسل جيشنا العربي السوري وبالتعاون مع الاهالي تمكنوا من تفكيكها. بابلاغ من الاهالي الموجودين بحي سيف الدوله، ابلغونا الاهالي عن وجود عبوه ناسفه في مدخل احد الابنيه. طبعا العبوه مثل ما كنتم شايفين عباره عن برميل صغير حديد موجود في مواد متفجرة شديدة القوة، وفيها صاعق من بداخلها وصاعق خارجي. طبعا هاي العبوة تفجر عن بعد، موصولة ببطارية وجهاز استقبال، ويتم تفجيرها عن بعد من مسافة 200 حتى 300 متر. طبعا نحن سارعنا مباشرة لهون لحتى نزيل العبوة ونفككها من بين السكان المدنيين الآمنين. وفي المناطق المحيطة بحي صلاح الدين ضبطت قواتنا المسلحة كميات من الأسلحة المتنوعة، شملت قذائف RPG وبنادق روسية وآلية ومسدسات وكمية من الذخيرة وبعض الأجهزة لتصنيع العبوات الناسفة ولوحات سيارات مسروقة، وألقت القبض على عشرات الإرهابيين قرب سوق الهال ومحور الكرة الأرضية والإذاعة، ودمرت 7 سيارات مزودة برشاشات بمن فيها من الإرهابيين قادمة من منطقة الباب، كما تم تدمير سيارات مزولة برشاشات دوشكا بمن فيها من الإرهابيين في منطقة كفر حمراء بريف حلب خلال محاولتهم الدخول إلى المدينة، وقضت على عدد كبير من الإرهابيين الذين استباحوا مدرسة أحمد القجة في منطقة الميسر جزماتي، ودمرت 3 عربات مزولة برشاشات دوشكا. وللمزيد عن نجاحات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهابيين ينضم إلينا من حلب الشهباء مراسل الأخبار شادي حلوي. شادي، ما الجديد لديك؟ يعني الجديد حال نساء حلب ليس فقط في صلاح الدين، هذه المرأة التي تحدثت جعفر عن الأمان الذي شعرت به عندما دخل الجيش العربي السوري منطقة صلاح الدين، إنما هو حال نساء كل نساء حلب اللواتي يتحدثن دائما ويؤكدن على أن وجود الجيش يعني نحن صرنا بأمان وإن تحدثوا باللغة العامية. جعفر، الجيش العربي السوري واصل يعني مهامه وعملياته ضد المجموعات الإرهابية المرتزقة في عدة مناطق في حلب. طبعا تحدثنا اليوم في نشرة الظهر عن عدة مواقع، والآن لدينا مواقع جديدة الجيش العربي السوري بدأ بالدخول إليها. لكن قبل الدخول إلى المناطق والعمليات النوعية أود أؤكد عن موضوع موقع الكرة الأرضية باتجاه سيف الدولة. طبعا الجيش العربي السوري بدأ عملياته بالدخول إلى منطقة سيف الدولة منذ البارحة ليلا، ووصل إلى منطقة كلية العلوم وتم تطهيرها بالكامل، وبس
وسط سيطرة الجيش العربي السوري على منطقة كلية العلوم، والآن هو يقوم بعملية تمشيط للأبنية السكنية، لأنه المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بتفخيخ بعض الأبنية وأيضا بتفخيخ بعض السيارات لاستهداف الجيش العربي السوري عند دخوله. لكن الجيش دائما هو صاحي في هذه الأمور ويتعامل بحذر مع العبوات الناسفة أو السيارات المفخخة وحتى الأبنية. على كل محور سيف الدولة هو محور طويل يمتد من الكرة الأرضية وينتهي بآخر خط سيف الدولة. فإذا ما قلنا بعد الكرة الأرضية يأتيك مفرق كلية العلوم، وبعد ذلك مفرق السوق، إلى مفرق زينو، مفرق الدوحة، مفرق الحديقة، إلى آخر خط سيف الدولة، ومن ثم إشارات المشهد. إشارات المشهد بالأساس هناك حواجز للجيش العربي السوري بعد خروجه من صلاح الدين ومواصلة عملية التطهير إلى المشهد الذي يقع جنوب صلاح الدين، وبالتالي هناك فرض طوق أمني حول منطقة سيف الدولة من ناحية الكرة الأرضية إلى الإذاعة إلى المشهد، ومن ثم العظمية بموازاة سيف الدولة التي تقع خلف صلاح الدين. إذن هو فرض طوق أمني، منع لدخول الذخيرة إلى تلك المناطق، وعمليات نوعية للجيش العربي السوري. وإن شاء الله حسب المصادر التي أكدت لنا أنه خلال اليومين القادمين سيكون إن شاء الله حي سيف الدولة بالأكمل تحت سيطرة الجيش العربي السوري. عمليات نوعية، وطبعا هناك أعداد كبيرة من المرتزقة الإرهابيين بين قتيل وجريح. وإن بدأت بريف حلب قبل أن أنتقل إلى حلب، طبعا في منطقة الأتارب اليوم كان هناك عمليتين نوعيتين. الأولى الأولى جعفر كانت باستهداف مجموعة إرهابية مسلحة كبيرة، طبعا تم تدمير سيارتين بسيارات بيك أب مجهزات برشاشات دوشكا، بإضافة إلى مقتل 18 عضوا من الأعضاء البارزين في المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الأتارب. ومن ثم بعد الظهر أيضا كان هناك عملية نوعية استهدفت أيضا من قبل الجيش العربي السوري مجموعة إرهابية أخرى مسلحة، قضى معظمهم بين قتيل وجريح، ولكن لم نستطع التأكد من العدد إلى الآن كون قريبة جدا موعد العملية التي قام بها الجيش العربي السوري. هذا فيما خص الريف. ننتقل مباشرة إلى داخل مدينة حلب، وأيضا العمليات النوعية التي تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري ونسورنا البواسل في منطقة بستان القصر. تم استهداف مدرسة عبد الرحمن الداخل، هذه المدرسة التي يعني اتخذها الإرهابيون مرتعا ومقرا ووكرا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وطبعا المعلومات تؤكد أن هناك عددا كبيرا بين قتيل وجريح. طبعا بالإضافة للتقارير التي ذكرت في منطقة سوق الهال، وأيضا تصدي الهجوم على فرع المرور، وهذا المرة للمرة الثانية جنود البواسل تتصدى لهؤلاء المرتزقة وتقتل عدد منهم كبير، وأيضا القصر البلدي. هذا فيما يخص الواقع على الميدان إلى الآن، فيما يخص الواقع لعمليات الجيش العربي السوري في معظم مناطق حلب، بالإضافة إلى العمليات النوعية في كرم اليسر جزماتي، وإضافة إلى مساكن هنان والصخور. أنتقل الآن جعفر إلى الواقع الخدمي، وطبعا منطقة صلاح الدين بعد تطهيرها بالكامل من قبل جيشنا الباسل وملاحقة فلول الإرهابيين بالتوازي، دخل طبعا مجلس مدينة حلب والدفاع المدني إلى على خط، طبعا ولكن هو خط يعني لملمة الخراب وتنظيف الحي من آثار الإرهاب الجاثمة. فهذا الحي طبعا دخله زج اليوم بالتحديد مجلس مدينة حلب، هو على مدار 3 أيام ينظف، فزج مجلس مدينة حلب اليوم بآليات كبيرة، وطبعا يقوم بسحب جثث الإرهابيين وأيضا تنظيف المكان باستخدام وزج آليات كبيرة جدا، بالرغم من تعرض عمال مجلس المدينة إلى التهديد ودائما إلى الوعيد من قبل الإرهابيين من قبل المسلحين. على كل أيضا هناك واقع النظافة، تم ترحيل المقلبين الوسيطين المؤقتين الذين طبعا الذين اخترعهما مجلس المدينة في منطقة الزهراء ومركز المدينة بسبب قطع المجموعات الإرهابية المسلحة لطريق مقلب تل الضمان، وتم ترحيل الأمن القمامي وأهالي مدينة حلب كما يعني يشاهدون أنا على أرض الواقع. هناك اهتمام ورفع في موضوع النظافة في ميدان حلب بالتحديد. أيضا موضوع الكهرباء
جعفر كان هناك استهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لست محولات رئيسية في مدينة حلب كانت تغذي أكثر من 40% من المدينة، فاستهدفت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتم قطع التيار لأكثر من 3 أيام، كانت تأتي باليوم فقط ساعة أو ساعتين على أبناء مدينة حلب. شركة الكهرباء، شركة العمل الكهرباء والعاملين فيها ترفع لهم القبعة أيضا، هم ومجلس المدينة تعاونوا على هذا الموضوع، وطبعا أعيدت الكهرباء إلى أكثر من 80% لغاية اليوم صباحا، واليوم مساء أعيدت الكهرباء بالكامل لكل المحولات، والآن لا توجد ولا منطقة في مدينة حلب تعاني من موضوع انقطاع التيار الكهربائي. إذن هناك عمليات نوعية للجيش العربي السوري على الأرض من تطهير لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا المؤسسات الخدمية تقوم بدورها، بالإضافة إلى موضوع الشكاوي التي يقوم بها المواطنين في نقص مادتي الغاز وأيضا البنزين، وهم يناشدون الجهات المعنية في الوزارة في دمشق جعفر على ما يبدو أن هناك عجز في يعني في تأمين تلك المواد من قبل القائمين على محافظة حلب. إليك جعفر. شكرا لك شادي مراسل الأخبار في حلب الشهباء، وكل التحية لأهالي حلب الشهباء. وفي إطار استهدافها للكفاءات الوطنية، اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة بعد ظهر اليوم الطبيب مأمون الزعبي معاون مدير الصحة في درعا خلال مغادرته عمله. وقال مصدر بالمحافظة لمراسل الأخبار إن عددا من الإرهابيين ترصدوا الطبيب الشهيد الزعبي خلال مغادرته عمله وسرقوا سيارته. كما اشتبكت الجهات المختصة خلال تمشيطها منطقة طفس بريف درعا مع إرهابيين مرتزقة، وتمكنت من القضاء على أعداد كبيرة منهم وألقت القبض على أعداد أخرى. وعرف من الإرهابيين المقتولين مأمود المنبش ومحمد موسى الغانم ومحمد كيوان ومحمد بركات ومحمد حوراني وزياد الحوراني وسليم عويمر. كما أحبطت قوات حرس الحدود محاولة مجموعة إرهابية مسلحة التسلل إلى سوريا من الأراضي الأردنية في منطقة تل شهاب، اشتبكت معها وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين عرف منهم عطاف عبد الرزاق المسالمي. وفي بلدة الحارة بريف درعا اشتبكت الأجهزة الأمنية مع مجموعة إرهابية مسلحة وقتلت عددا من أفرادها بينهم متزاعمها بركات نايف البركات الملقب بالعجل. فيما واصلت الجهات المختصة ملاحقة فلول الإرهابيين في مناطق إزرع وغباغب بريف درعا. في منطقة التل بريف دمشق وصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة الإرهابيين المرتزقة وألقت القبض على عدد منهم وصادرت أسلحتهم، كما تمكنت من القضاء على أعداد أخرى. نيل لاينين العضو في مجلس الشيوخ البلجيكي أكدت أنها بصدد التحضير لإطلاق نقاش في البرلمان البلجيكي حول حقيقة وجود أسلحة بلجيكية الصنع بأيدي المعارضة المسلحة في سوريا فور استئناف البرلمان لأعماله. ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن لاينين التي تنتمي للتيار الليبرالي الديمقراطي تشديدها على ضرورة الكشف عن مصير الأسلحة البلجيكية التي يتم تصديرها، فيما تشير العديد من المصادر إلى أن المعارضة المسلحة تتدرب فعلا على استعمال أسلحة وبنادق خفيفة بلجيكية الصنع، حيث تم نشر صور تظهر أسلحة بلجيكية الصنع بأيدي مسلحين في مناطق من ضواحي دمشق حسب ما أوردت صحيفة لوسوار البلجيكية الصادرة اليوم. ولفتت الوكالة إلى أن مسألة الأسلحة البلجيكية المصدرة إلى الخليج تطرح تساؤلات جادة حول مصداقية الساسة المحليين في بلجيكا، في ظل تأكيدات متعددة الأطراف بأن كل من السعودية وقطر تعملان على مد المعارضة السورية بالسلاح، وخاصة بعد إعلان الحكومة المحلية الوالونية في جنوب بلجيكا والتي يقودها اشتراكيون في حزيران الماضي أنها بصدد استئناف بيع الأسلحة المنتجة فيها إلى كل من الرياض والدوحة. إصابة مصور وكالة سانا برصاص الإرهابيين في حلب، فيما الزملاء الإعلاميون والصحفيون في المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ينظمون وقفة تضامنية تحية لروح الشهيد الزميل علي عباس. هذه الوقفة طبعا استنكارا للإرهاب الممنهج الذي يستهدف الإعلام الوطني، وتضامنا مع الصحفيين السوريين المختطفين، وذلك أمام مبنى الوكالة العربية السورية للأنباء سانا. تحية لروح الشهيد الزميل علي عباس وتضامنا مع الصحفيين السوريين المختطفين، نظم الزملاء الصحفيون والعاملون الوقفة التضامنية أمام مبنى الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، مؤكدين أن الإعلاميين السوريين لن ترهبهم الاعتداءات الإرهابية ولن تثنيهم عن كشف زيف المشاريع الصهيو أمريكية وأدواتهم ووسائل إعلامهم الدموي. أي رسائل
هي رسائل الصحفيين السوريين. المعركة أعتقد أنها معركة إعلام بشقها الكبير، لذلك هم عندما خسروا أجزاء من المعركة أو الجزء الأكبر من المعركة على الأرض لجأوا إلى الجزء الآخر الذي هو الإعلام من أجل أن يعرقلوا عمل الإعلام السوري ويمنعوه من إيصال الحقيقة إلى العالم. هذا الاستهداف الآن تم تصعيده، يسعون لإسكات الإعلام السوري، وأعتقد بأنهم خاطئون في هذا، لأن الإعلام السوري سيبقى صوت الناس وصوت الشعب.